تغير شيئا. علمتني الدراجات النارية المعروفة بمخاطرها، يقوم المئات وربما الآلاف من الشباب المصري بتوصيل الطلبات للمنازل ومنها على الأغلب وجبات الطعام. هؤلاء الشباب يطلق عليهم في مصر لقب الطيارين. الطيار هو شخص يستخدم الدراجة النارية لتوصيل الطلبات للمنازل. يقبل على هذه الوظائف قطاع كبير من الشباب ورغم ما بها من مخاطر وضغوط. مجاهد محمد عامل توصيل طلبات للمنازل أو طيار في أحد المطاعم في وسط القاهرة، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 12 عاما. يرى أنه عمل مربح، ويقول مجاهد أنه يوصل الطلبات للمنازل قبل الإفطار مباشرة، لكنه طيلة شهر رمضان غالبا ما يتناول إفطاره في الشارع. هذا تقرير محمد حميدة من القاهرة. أسرع حاجة في مصر، أسرع حاجة في الزحمة صراحة، تسلم. عربيات عشان تروح من هنا مثلا لشارع أحمد عرابي فيها ساعة ونص، من موتوسيكل 5 دقايق 10 دقايق. خطر برضو بين العربيات، برضو بتقابل سواقين برضو مش كويسين على الطريق، سواقين ميكروباصات. الناس دي يعني مثلا بيستقلوا بكلمة ديليفري أو كده، أو بيستقلوا مثلا بواحد ماشي بصندوق، ده لا ده ماشي بياكل عيش، فهم هما ما يفهموش حاجة زي كده. عامة في الفطار هي ساعة اللي بنشتغلها من الساعة 6 للساعة 7، تمام؟ الساعة دي بتبقى أنت مثلا واخد 3 أوردرات 4 أوردرات، فعايز تنجزهم في ساعة، ومش كلهم معلش الزبون مفكر ان انت جاي له لوحده، فلا واخد معاك 3 4 اوردرات، ما عايز تنجزهم في نص ساعه ساعه الا ربع على الفطار. اوقات برضو على حسب الطلعه، مثلا ترجع بعد قبل الفطار ب 10 دقائق ب 5 دقائق بربع ساعه، ممكن بعد الفطار بنص ساعه، على حسب الوقت وعلى حسب المشاوير اللي انت رايحها. الشغل مش عيب ايا يكون ايه عموما، يعني ايه الحوار الخطر اللي فيها، بس ان انت ماشي على عجلتين والهواء والكلام ده، ده المشكله فيه، لكن اكتر من كده هي إيه الحمد لله. مش معنى ان مثلا ان انا اروح اقول لحد اديني وانا قاعد في البيت، لا انزل اشتغل واجيب فلوس عشان اقدر اعمل لنفسي حاجه.